الفقرة الأخيرة في رسالته فضيلة الشيخ يقول: الشخص الذي يسكن في مكة بجوار الحرم من أين يحرم؟ يحرم من الحل، يخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الجعرانة، يحرم من الحل من خارج الأميال، هذا إذا كان إحرامه للعمرة. ما إذا كان إحرامه بالحج فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه من بيته في داخل مكة. نعم.